هاي، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ فافي. نعمل لكم النهارده اكله احنا مش متعودين عليها كتير، بس في ناس طلبوها مني دقوها هنا وعجبتهم، فهنعملها النهارده. هي السكواد او الكالاماري اللي محشي بالجمبري. كالاماري في مصر اسمه سبيت. انا جايباه طبعا نضيف جاهز، احنا عملناه قبل كده وورنا لكم ازاي بننضفه، بس انا جايباه نضيف. وعندي شريمب طبعا مقطع، هقول لكم الانجريديان بتاعتنا وبعدين نبتدي على طول. الانجريديان بتاعتنا طبعا هحط فيه خضار كتير قوي. عندي سلايس اوف ليمون، في هنا عندي شويه بقدونس وشويه زي ما انتم شايفين كده طبق جميل قوي مشكل، سالري اللي هو كرفس وفلفل وبصل احمر، وهنا ده فلفل الوان انا مقطعه صغير قوي، وكميه من الثوم. طبعا الكميات دي زي ما انتم عايزين، بس هي تقريبا كلها كميات متساويه الا الثوم طبعا نص الكميه. دي اول حاجه عندنا. عندنا هنا شويه سبايس عباره عن تشيلي باودر، اولد باي سبايس، ده برضو فيه كل حاجه يعني، وموجود في السوق، طعم جميل قوي مع الاسماك. عندي نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه سيتريك اسيد، طبعا ده بيساعد الليمون عشان ما اعصرش كميات كبيره قوي من الليمون، وشويه بابريكا. وبعدين عندي نص معلقه او معلقه كيجان ماسترد، في معلقة صغيرة سوي صوص، هات جارليك صوص، في عندي ميكس فيجيتابل او ميكس فلفل حامي مع كرفس مع كارتس بيدي طعم حلو، وعندي شوية كيبر، في شوية انشوجة، طبعا ما بحبش الانشوجة ممكن نستغنى عنها بشوية ملح زيادة، في عندي نص معلقة او معلقة كبيرة من الخل، ومعايا ليمونه كامله، وعندي الشريمب والكالاماري حاطاه في تلاجة لغايه ما نيجي نستعمله، هوري لكم علشان بحبه يكون ساقع قوي. هطلع فاصل صغير وارجع لكم نبتدي الطريقه بتاعتنا. رجعنا بعد الفاصل، وطبعا انا طلعت الكالاماري عندي اهو نضيف زي الفل جميل ما فيهوش حاجه خالص، وانا طبعا الرجلين بتاعته بقطعها مع الجمبري بيبقى خلطه حلوه قوي فممكن نستعملها. طبعا انا الرجلين هنا اي جت ريد اوف علشان مش عايزاها بقى تبقى طالعه كده متشعبه، زي ما انتم شايفين طبعا بننضفه من بره ومن جوه وزي الفل، وبس هنعمل الحشوة بتاعتنا ونحشيه وندخله الفرن تاني. طيب اول حاجة نعملها بقى نعمل ايه، نبتدي نشتغل على الخلطة بتاعتنا الاول. اوكي، الخلطة بقى بتاعتنا اول حاجة هعملها، انا عندي طبعا زيت حامي اوريدي، زيت زيتون، في ناس طبعا بتعمله ببتر، اذا حبيتوا تعملوا زيت وبتر بيديله طعم حلو قوي. اول حاجه طبعا نحط ايه البصل مع الفلفل الالوان مع السالري، وهنقلبهم. احنا بنسويهم ليه بقى؟ بسويهم علشان الكالاماري انا مش عايزه يبقى جواه ميه خالص،
عشان كده بستعمل كمان اللي هو السيتريك اسيد، لان مش عايزه ميه جوه الكالاماري. اما بنيجي نحمره ما بيتحمرش طبعا، بيكون كله ميه من جوه. فاحسن حاجه نعملها ان احنا نحمر البصل والثوم بتاعنا وكل حاجه، والجمبري كمان بديله تحمير عشان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الميه جوه، وشويه زيت صغيره برضو، ما استعملش زيت كتير قوي. طبعا انا نسيت اقول لكم ان في عندنا برضو نص كوبايه واين، بتدي طعم حلو قوي. وزي ما قلنا قبل كده ان الواين اول ما بيتحط على النار بيروح الكحول اللي فيه، فبيدي طعم سويت شويه، فمش لازم نحط نص معلقه سكر على الخلطه بتاعتنا عشان ناخد سكر، لان هو بيبقى سكر وادالنا السكر اللي احنا محتاجينه. طبعا على ما ده يتحمر شويه هبتدي اعمل الصوص اللي انا هحطه فوق الكالاماري بعد ما يتحمر. هجيب بقى بوله تانيه كده وهعمل الصوص. الصوص بتاعي ده جميل قوي. هعمل فيه ايه؟ هاخد شويه من الثوم بتاعي اللي انا طحناه نصه كده تقريبا بس، اوكي يعني لو جه شويه بصل ولا اي حاجه معايا. هاخد كمان شويه من البارسلي، نص كميه البارسلي، او ممكن نحط كزبره خضراء بتدي برضو طعم حلو قوي. هاخد كمان شويه واين، هحط ماسترد، نص كمية الماسترد، وهحط نص كمية الهوت جارليك صوص، هحط برضو شوية كيبر، نص كمية الكيبر، هحط الباقي على الشريمب بتاعي. وبعدين الانشوفز ممكن نقطعها صغير، وزي ما قلت ممكن نستغنى عنها، مش مهمة قوي في الاكلة بتاعتنا هنا. انا بس ايه بتدي حدوقية شوية كده، فانا اقطع منها كده ايه حاجة صغيرة بدل ملح. وهحط شوية من الماكس بتاعنا ده برضو، مش كتير كده، حتتين ثلاثة كده. حط معايا برضو شوية ليمون، شوية خل، ونقلب هنا. واحط الثوم، واحط الفارسي. طبعا شايفين ان انا مش حاطه زيت كتير يعني، علشان مش عايزه سوائل خالص جوه الكالاماري. هنا طبعا الثوم، بنحط الثوم لغايه بس الريحه بتاعته ما تطلع ونحس ان في ريحه حلوه كده. هاخد الجمبري بتاعي على الخلطه الجميله دي كلها وقلبه. وحيقه بقى ايه بالسبايس اللي عندي، نصها برضو. ناخد نص كده تقريبا كل حاجة، حط الباقي هنا. ان مين وايل بقى، انا بحب ايه طعم الليمون ده، بيبقى طعمه جميل جدا وهو محمر، فانا هاخده واديله بس كده ايه قلاته التحميره قبل ما احطه في الطاسه.
لان طبعا الكالاماري مش هياخد وقت كبير قوي في ان هو يستوي، فاللي بيحصل الليمون طبعا مش بيتحمر كويس، فهنا هنخليه كده يتحمر شوية. طبعا مش هنسوي الجمبري خالص على الاخر، يعني هياخد بس كده ايه تشويحة مع كل الخلطة اللي احنا عملناها. هحط عليه المخللات بتاعتي والكيبر، يعني كل الانجريديان تقريبا اللي احنا هنستعملها، هنستعمل نصها في الصوص وهنستعمل نصها في الخلطة اللي هي جوه الماسترد والهاف جارليك صوص. طبعا هو الشريمب كده شكله يجنن طبعا، حلو قوي، وممكن يتاكل كده مع رز، واحنا عاملين برضو رز سمك هنا عندنا هنخليه معانا. ممكن ايه ندوق الحياء، محتاج شوية ملح صغيرة. ونسيبه بقى ايه، نسيب الخلطة بتاعتنا دي بس تبرد شوية على الليمون ما يتعمل، عشان لازم طبعا الخلطة بتاعتنا دي تبقى باردة، نسيبها تبرد. طبعا الليمون ممكن تحمروه خالص يبقى محمر على الاخر، بس انا هديله بس شق كده شويه، لان هيدخل طبعا الفرن تاني هيتحمر مع الكالاماري، فمش عايزاه يتحمر قوي، عايزاه بس كده يكارملايز شويه. ده طبعا الصوص بتاعنا اللي احنا هنحطه فوق السمك، حط باقي الليمون. ناخد ده مش محتاجينه. شوف بقى نعمل ايه في الكالاماري، احنا مش هنعمل كمية الكالاماري دي كلها، هنجيب طبق ناخد شوية منه. هنعمل مثلا 3 4، وريلكوا بس الطريقة. هحط عليه ايه بقى، هحط عليه شوية صويا صوص عشان يحيقه يديله لون. في الليمون كده كفاية عليه قوي، شايفين لونها اتحمر بقى جميل، هنحطه مع الكالاماري بعد ما يخلص. هجيب هنا عندنا بقى شوية بابريكا هنحط شوية من الكركم عليه برضو بيديله لون حلو كده. المفروض يتحقق يعني قبلها كده بنص ساعة،
ونشوف نجيب الخلطة بتاعتنا الشريمب الجميل اللي احنا عملناه ده ونحشي الكالاماري. ده الصوص بتاعنا اللي هنحطه في الاخر، ممكن نخليه هنا. نجيب معلقة صغيرة ونمسك طبعا الكالاماري بتاعنا متحيق طبعا، حلو السوي صوص حادق، فانا مش هحط عليه ملح ولا حاجة، هو حلو كده. نفتح الكالاماري ونحشيه، المفروض طبعا نستنى لغاية ما يبرد خالص بيبقى احسن. نحشيه بحشوة الجمبري اللي احنا عملناها ونحشيه لغاية ما يدخل لغاية جوه خالص زي ما انتوا شايفين كده لغاية البوز من جوه. طبعا تقدروا تقطعوه اصغر من كده لو تحبوا، بس انا بحب تبقى بيسز باينة، بقطعه بيسز كبيرة. وبعدين كالاماري بقى مش هنملاه للاخر، لانه اللي بيحصل ان الكالاماري بيكش جامد، هنعمله بس نص. ونقفله نعمل واحدة تانية. ميك شور ان هو دخل لغاية جوه. طبعا انا عاملة كمية جمبري كتيرة قوي لان هو طعمه جميل قوي، وبقى سيرفت او بحطه مع في الطبق اللي احنا هنعمل فيه الكالاماري. اوكي، هنطلع بقى فاصل صغير تاني ونخلص باقي الكالاماري اللي احنا بنعمله ده، وبعدين نرجع نشوف هنعمل فيه ايه. فاصل صغير ونرجع. رجعنا بعد الفاصل. طبعا شفتوا احنا عاملين اربعة بس، يعني طبعا دول مقاسهم صغير قوي، فدول على ما يستووا هيبقوا عاملين زي الكورة بتاعت التنس او اصغر منها شوية. اول حاجة هنعملها بقى طبعا احنا حيقناها بصوي صوص وترميريك وشوية ملح خفيفة كده. انا همسكهم هديلهم شك بس كده يعني في الزيت، عشان زي ما قلت مش عايزة مية كتيرة تنزل. هجيب صينية، طبعا السبايس بتاعتها دي انا هخليها برضو الصويا صوص ده يعني شوية صغيرين، بس في ترميريك وفي شوية ليمون وشوية سبايس هنحطهم، والصوص الجميل اللي احنا عملناه ده ناخد منه بس شوية كده بالثوم وكل حاجة والفلفل الجميل وشوية من الليمون اللي احنا حمرناه. طبعا الليمون ده طعمه جميل جدا، احلى من طعم الكالاماري. الكالاماري طبعا مش عايزين نحمره كتير، انا عايزه اديله لون بس. الكالاماري من الحاجات اللي هي بتستوي بسرعه جدا، فحتى احنا في الفرن هنحطه على 400 تقريبا 20 دقيقه بالكتير قوي، هيكون استوى بقى زي الفل.
الحشوة طبعا اللي احنا عاملينها الشريمب انا سويتها زيادة، ودي ممكن نسربت مع الكالاماري في نفس البليت مع شوية من الرز بالبصل بتاعنا ده. اجيب بقى الطاسة بتاعتي او عينين التري بتاعتي، مش شايفين طبعا اللي بيخليها تاخد وقت اطول ان بيكون فيه مية جوه لسه ما نشفتش قوي من البصل والثوم والحاجات اللي احنا حطيناها، بس اهي اتحمرت بقت حلوة. حطها طبعا السايز الصغير ده بنستعمله اكتر ابيتايزر. هنحط عليه باقي الصوص بتاعنا، أنا بحب الليمون كتير، وبنحط عليه شوية ليمون تاني، والصوص ده بيبقى طعمه حلو قوي مع الرز، ومش لازم طبعا نخليه لغاية ما ينشف. اول الكالاماري ما يستوي 20 مينت تقريبا بنطلعه، هنشوف احنا عندنا شويه عاملينهم اوريدي، نشوف شكلهم ايه. مش هنغطيه ولا حاجه، هنحطه في الفرن كده على 400 لمده 20 مينتس، هيكون استوى لان هو اتحمر اوريدي فمش محتاج سوا كتير، بس تسخن الصوص بتاعها وياخد من الصوص هنطلعه. وزي ما انتم شايفين الكالاماري خلص وطلع من الفرن. زي ما قلت لكم طبعا انتوا كنتوا شايفين السايز بتاعه ايه، ادي السايز النهائي بتاعه بيصغر طبعا قد كده. فلو احنا عايزين نعمله ان هو يبقى وجبه بننقي الكبير قوي من الكالاماري وبنحشيه كويس، وبرده بنعمل نفس الطريقه اللي احنا عاملينها. انا عندي هنا طبق حطيت فيه شويه رز وشويه من الجمبري الحشوه بتاعه اللي احنا عملناها، واخد بقى كده اتنين من الكالاماري نحطهم. طبعا لازم تشيلوا التوست بيك، او كل واحد بقى يشيل التوست بيك بتاعته كده، حلو قوي. ممكن نحط شويه من الصوص اراوندت، الصوص الحلو اللي بالليمون ده، نحط كده حوالين داير الرز بيدي طعم حلو. شويه من الكيبر فوق الرز مع الشريمب، وده الطبق بتاعنا الكالاماري المحشي بالشريمب. جربوه طعمه جميل جدا وأكلة غريبة يعني وجديدة علينا. بالهنا والشفا، وأشوفكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي. باي باي.